لو الحكاية فيها إن فيتو في كانت في معهد الكلام القومي ومقرر عام المؤتمر. الدورة التدريسية أو الدورة التدريسية اللي هي المؤتمر بيناقشها هي بيقدم الجديد في علاج الفيروسات الكبدية من ناحية التشخيص والعلاج للفيروس الكبدي بيقدم أحدث ما توصل إليه العالم لوضع النهاية القاتلة لفيروس سي خلاص والأمال المبشرة لعلاج فيروس سي. كل ده هيتم في المستقبل القريب يعني خلال السنوات القادمة فيروس سي تم القضاء عليه إن شاء الله. فيروس بي خلال 5 سنوات هنقضي عليه تماما من خلال أدوية جديدة تستطيع فك الشفرة الجينية للفيروس. هذا هو أحدث ما توصل إليه وهذا إنجاز علمي شديد القدرة. لأننا ما كانش عندنا علاج دائم لفيروس بي لكن عندنا علاج مثبت. دلوقتي من خلال كسر السلسلة الجينية بتاعته لازم نعرف إن ده علاج نهائي شافي ناجح نافع حل مشكلة 400 مليون بني آدم على مستوى العالم. 400 مليون بيصابوا فيروس بي في تطعيمات لفيروس بي في تطعيمات دي نجحت جدا في انها تتغير الخريطة الديموغرافية لفيروس بي. يعني مصر قبل كده كان عندها نسبة من 3% من دخل التطعيم كان نسبة حوالي 8-10%. النهارده النسبة في مصر وصلت 30% وده إنجاز علمي قوي جدا. خلال سيستم الفاكسينيشن اللي تم تطبيقه على الأطفال المولودين حتى ده إنجاز علمي قوي جدا. ده أول فاكسين يستطيع أن يمنع فيروس السرطان. متعاقبة من الأدوية بدأت تظهر أول جيل الأدوية الصغار بعد ظهر حاجات تانية حاجة اسمها ليدي بسفير في حاجة اسمها دخل سمير في حاجة مجموعة شركة أبل في أدوية سيمي بروفيت أدوية كتيرة جدا جدا الناس دي. التوليفة دلوقتي هي خلطة ما بين السوفوستوير وواحد حاجة صغيرة كلها في النهاية بتشترك في نسبة القضاء على الأدوية أكثر من 95% أكثر وأحسن الأدوية الجيل المراسل الرابع بتاعنا هو من أكثر أنواع استجابتها. اتجربنا النوع الجيل المراسل ثابت إن هي فعالة جدا وجدا تاني. ده حاجة تبشر إن شاء الله تكون.